قاعدة معتيقة الجوية في طرابلس تتزين لتبدو في أبهى صورها، فيما فرقة موسيقى المراسم تتأهب لتعزف لحن انتصار الثورة في استقبال رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل ورفاقه. أجواء مبهجة هنا رغم ما يعترضها من مشاهد مؤلمة كحال هذا. ثوار يحملون أحد شهداء الثورة لنقله إلى أهله في بنغازي على متن إحدى الطائرات هنا. إذن هي صورة ليبيا بعد الثورة، تجمع بين الألم والأمل. رجال الثورة الذين انتشروا بكثافة حرصوا على تأمين القاعدة من كل الجهات من أجل لحظة يصفها قادتهم بالتاريخية. لا شك أن وصول السيادة المستشار مصطفى عبد الجليل للعاصمة طرابلس بعد تحررها دليل على أن ليبيا الجديدة بدأت تتشكل على المستوى السياسي بعد أن تم تحريرها وإنقاذها من ممن كانت تعاني منه. ساعات الانتظار طالت لكن لم تقلل من حماسة وعزيمة المستقبلين، والذي بدا جليا عندما حطت الطائرة التي توقفت لبعض الوقت في مصراتة قبل الوصول إلى طرابلس. وصول مصطفى عبد الجليل إلى طرابلس يمثل مرحلة مهمة في مسيرة الثورة وبناء ليبيا الجديدة بعد سقوط القذافي، وصول أراد أن يبعث برسالة تطمين للداخل والخارج أن العاصمة طرابلس محررة ومؤمنة بالكامل. عبد الجليل الذي استقبل استقبال الأبطال من كافة الأطياف الرسمية والشعبية هنا شدد على أن أهداف الثورة لم تتحقق كلها بعد، وأمامها تحديات كبيرة وعلى رأسها توحيد صف الثوار. أهم أولوية عندي هو توحيد الصفوف، وحدة الصف، ونبذ الفتنة والفرقة بين الثوار وبين المجالس المحلية وبين المناطق الغربية. أنا جيت مصحوبا معي باللجنة الهيئة الوطنية للمصالحة، جيت لهذا الغرض لتأسيس رؤى تصالحية تسامحية في هذه المنطقة. إذا رسالة واضحة تقول إن ما تم إنجازه مهم وكبير، لكن الأكبر والأهم هو في إكمال المشوار بنفس الإرادة والحفاظ على إنجازات الثورة والعمل على بناء دولة مدنية جديدة لم يترك القذافي من أسسها شيئا. تامر المسحال، الجزيرة، من العاصمة الليبية طرابلس.